أهلا بكم متابعي قناة فروم موروكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها: بلاغ عاجل من الديوان الملكي يقرع حزب العدالة والتنمية. وأعلن إلى التفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. أصدر اليوم الاثنين الديوان الملكي بلاغا حول بيان الأمل العام لحزب العدالة والتنمية، باعتباره يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الديوان الملكي أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وأضاف: هو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسية والحملات الانتخابية الضيقة. السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك نصره الله بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. يزيد بلغ الديوان الملكي بخصوص خرجة حزب البي جي دي، كما شدد الديوان الملكي على أن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي مكان ولا أي اعتبار، لا سيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة. وأورد البلاغ أيضا أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع. ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به. كنتم مع نصرة نيخ.